بقى. في اليوم الثالث لمؤتمر المسيح أمام الحاجز اتخذ النقاش أبعاداً أكثر عمقاً في أجواء يسودها الاحترام والحوار الخلاق بين المشاركين من مختلف الأطياف والكنائس للبحث في مفهوم ملكوت السماوات وتداعيات حلوله بيننا من خلال خدمة المسيح. أهمية هذه المؤتمرات هي أنه تعرف خاصة الإيفانجيليكالز في الغرب عن الرواية المسيحية الفلسطينية حتى ما يضلوش يتطلعوا علينا بنظرة المسيحية الصهيونية أو بنظرة لاهوت غربي، وإنما يسمعوا من النبع، يسمعوا من المسيحيين الفلسطينيين روايتهم. المشكلة كانت خاصة مع الأمريكان والأوروبيين إنه نسيوا إنه في عربي بيقدر يكون مسيحي، والعربي المسيحي له أهميته في فلسطين كأي أهمية مسلم عربي. من بيت لحم إلى نيويورك، غانا، الهند، جنوب أفريقيا ودول أخرى، استطاع المؤتمر استقطاب النخب والقادة واللاهوتيين من كافة أنحاء العالم، مما يؤشر إلى نجاح المؤتمرات السابقة وقدرتها على إحداث التغيير الإيجابي في التوجهات والسلوك. وجودي كقس فلسطيني مسيحي في أمريكا وفي مدينة نيويورك لنا علاقات قوية وتأثير كبير جداً على الكنائس في أمريكا للعمل من أجل فلسطين، من أجل العدالة والسلام في فلسطين، من ناحية عدم الاستثمار في أي شركة اللي بتشجع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. من وسط الألم وبالرغم من بشاعة الجريمة، إلا أن رؤية المؤتمر توافقت مع تطلعات الطامحين لإحقاق الحق والتعايش بسلام بالرغم من المعاناة. نؤمن بدولة ديمقراطية ألمانية في فلسطين، وأنه هؤلاء الإسرائيليين رغم أنهم احتلونا، رغم أنهم عذبوا شعب فلسطين، رغم أنهم اضطهدونا، رغم طردونا من بلادنا، بنقول نحن ضحايا وهم ضحايا.